ويا هلا وسهلا وحياكم الله بوصفة جديدة من وصفاتي مع ثمار العقيلات. عندي هنا مكعبات بصل وثوم، حطيت عليها زيت زيتون وبخليها تنحمس. على بال ما ينحمس البصل، عندي هنا بطاطس مسلوق ومبشور، راح أضيف له بيضة وملح وفلفل أسود، وعندي هنا كريمة طبخ، وراح أخلطهم كلهم مع بعض وأتركهم على جنب. بعد ما انحمس البصل راح اضيف الدجاج المفروم، تحبونها بلحم مفروم وبراحتكم، واستمر بعد بالتقليب. بدا يتغير لون الدجاج، راح اضيف شوي من بديل الماجي وشويه بابريكا وشويه بهار الدجاج، واستمر بعد بالتحريك. راح اضيف ملح وفلفل اسود ومعجون الطماطم واقلب. عندي هنا خضار اللي هي فاصوليا، بازيلا، جزر وذرة، ونفس الشيء راح استمر بالتقليب. راح اضيف عصير طماطة واحركها مع بعض واتركها تتسبك. هذه هي الخطوة الأخيرة، اتركها تتسبك تقريبا ابو 10 دقائق ونروح للخطوة اللي بعدها. نرجع الحين لطريقة التقديم مثل العادة، اقول لكم بالطريقة اللي انتم تفضلونها، انا فضلت اني احطها بالمقالي هذه عشان تستمر محتفظة بحرارتها. الطبقة الاولى تبي تكون خليط الدجاج مع الخضار، الطبقة الثانية تبي تكون جبنة الموزاريلا المبشورة على وجه الدجاج والخضار، الطبقة الأخيرة تبي تكون البطاطس البيوري اللي احنا سوينا، ممكن تمدونه عادي وممكن يكون بالقمع بهالشكل، أنا حبيت إني أسوي هالشكل كمن باب التغيير، وأنتم عاد براحتكم. دخلت الفرن وشغلت الفرن من فوق ومن تحت، من تحت أساس تتجانس وتتسبك، ومن فوق يتحمر البطاطس.